مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اللي عاش في أوتوا وكندا بيعرف في عنا فيستيفال كل سنة بشهر 5 أو مايو يسمى The Canadian Tulip Festival. هذا يعتبر أكبر فيستيفال للتوليب في العالم، يفوق الفيستيفال اللي موجود في هولندا. بس في وراء قصة، بزوروا هذا في مدينة أوتوا عادة في العاصمة الكندية أكثر من 650 ألف فيزيتر سنوي بزوروا هذا الفيستيفال. لكن هذا الفيستيفال له قصة غريبة حصلت تربط كندا بهولندا، عشان هيك اللي بروح يزور الفيستيفال في أوتوا راح يشوف هذا المشهد اللي هو عبارة عن رجل حديدي، عبارة عن تمثال، رافع قبعتين، القبعة الأولى اللي هي هولندا والثانية كندا، وبرحبوا ببعض. طبعا هذا التمثال هو يمثل الصداقة الكندية الهولندية بسبب هذا الحدث. خليني أحكي لكم القصة. قصة ملكة هولندية تحولت إلى لاجئة، وكندا تنازلت عن أرضها بسبب شيء خاص. خلينا نحكي لكم. قبل أكثر من 75 سنة وأثناء الحرب العالمية الثانية، فرت أميرة لاحقا أصبحت ملكة اسمها جوليانا. خليني أورجيكم عنها شوية. جوليانا فرت من مدينة من بلدها هولندا بسبب الحرب، لأنه دخلوها النازيين، وراحت إلى كندا. طبعا هاي هي جوليانا، كانت أيامها أميرة وثم أصبحت ملكة بعد ما عادت إلى هولندا وتحررت من النازيين في الحرب العالمية الثانية. القصة لم تنتهي هون. القصة أنه هذه الملكة لما صارت لاجئة في مدينة أوتوا كندا اللي هي العاصمة الكندية مع بنتين إلها خلال هذا الاحتلال النازي لهولندا، وكانت كندا بتساعد هولندا كتير في الحرب، بتحاول إنها تحرر هولندا من النازية، وفعلا لعبت دور كبير كندا في تحرير هولندا من النازيين. لكن في هذا الوقت كانت الملكة تحضر لولادة طفلتها الثالثة اللي هي حنحكي عنها، اسمها برنسس مارغريت. المشكلة انه هون اذا ولدت هاي الطفلة على اراضي كندية فأوتوماتيكلية تعتبر كندية ولا تضمن الجنسية الهولندية. لكن في مشكلة انه الهولنديين اللي خاصة بده يصير رئيس او بتصير ملكة لازم يكون هولندي الأصل والمولد، وعشان هيك لابد كان من عمل شيء. فاجتمع البرلمان الكندي في هذاك الوقت لمناقشة هذا الموضوع، وأقر إنه قانون استثنائي يمنح الجناح اللي ولدت فيه الأميرة مارغريت في مستشفى السيفيك هوسبيتال اللي موجود في أوتوا، هذا الجناح يصير أرض هولندية لفترة مؤقتة. وفعلا في 19 كانون الثاني 1943 ولدت الأميرة مارغريت في مدينة أوتوا على أرض هولندية، أعطت استثناء لهولندا خلال هذه الفترة بس عشان تولد الملك الأميرة علي. ومن هذاك اليوم في هذاك اليوم رفع العلم الهولندي فوق البيس تاور أو برج السلام على البرلمان الكندي، وهذه المرة الوحيدة في التاريخ، إذا حدا بسألكم إياها هاي معلومة رهيبة، المرة الوحيدة اللي في التاريخ يرفع علم غير علم كندا أو بريطانيا فوق البرلمان الكندي. ولما عادت ملكة لما عادت الأميرة جوليان لهولندا وصارت ملكة، أرادت أن تعبر عن شكرها للشعب الكندي وللحكومة الكندية على ما أعطوها إياه من ثقة واحتضان لها كلاجئة. وطبعا الأعداد اللي توفت في حوالي 7600 جندي كندي توفوا خلال الحرب ضد النازية لتحرير هولندا. فقررت هاي الملكة ترسل
100,000 زهرة توليب، لأنه هي هولندا مشهورة في زهور التوليب أو التلبان، إلى كندا سنوياً عشان تزرعهم كندا وتسوي فيستيفال، وتحول هاي القصة إلى ما يعرف بمهرجان التوليب الكندي اللي بيحتفل فيه الكنديين كل سنة. فالقصة غريبة والقصة جميلة، ولكنها ذات طابع هيك غريب، وفي كتير ناس حتى في كندا ما بيعرفوها. هاي الأميرة مارغريت زي ما انتو شايفين هون، مولودة 19 جانوري 1943، ولدت للكوين الملكة، أيامها كانت أميرة جوليان، وأبوها اسمه برنس برنارد. وطبعا لو بتطلعوا هون مكان الولادة أوتوا سيفيك هوسبيتال أوتوا أنتاريو، والقصة هون موجودة، فإذا حابين تطلعوا عليها ممكن تروحوا على الويكيبيديا وتقرأوا هاي القصة. حبيت أشارككم بس هذا الموضوع لأنه التوليب فيستيفال يعتبر من أشهر المعالم اللي موجودة في مدينة أوتوا في شهر مايو، تقريبا بضل 3 أسابيع، وهو مهرجان كبير جدا بيجي زي ما انتم شايفين خلفي في صورة ناس كتير من كل كندا تقريبا، ويعتبر زي ما حكينا أكبر توليب فيستيفال في العالم، أكبر توليب فيستيفال في العالم، حتى أكبر من اللي موجود في هولندا. طبعا هذا شكر للكنديين اللي رحبوا في الأميرة اللاجئة وغيروا شوية قوانين عشان ساعدوها تولد طفلتها على أرض هولندية داخل المقاطعة أو داخل الأرض الكندية، وكان هذا زي ما حكينا القانون الاستثنائي. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وتكون هذه المعلومة أول مرة تسمعوا فيها. تحاولوا تعملوا شير للحلقة إذا أعجبتكم المعلومة، اعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل المعلومات الجديدة والحلوة عن كندا والحياة فيها، وإن شاء الله دائما نراكم على خير. ادعوا لنا بظهر الغيب، وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.